للفريق الحركي النائب المحترم السيد عمر الباز. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لبسط وجهة نظرنا بخصوص مشروع قانون رقم 4019 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1390 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 4815 المتعلق بضبط القطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الذي يندرج في إطار استراتيجية الحكومة في مجال الانتقال الطاقي. السيد الرئيس، نسجل في الفريق الحركي الأهمية التي يكتسيها هذا النص التشريعي الذي تمت بلورته في إطار التشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، كما أنه يندرج في إطار سلسلة الترسانة التشريعية والتنظيمية التي طالت مجال الطاقات بصفة عامة وضمنها الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار لا بد من تتمين إصلاحات والمبادرات التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة في إطار استراتيجية الطاقية التي أعطى جلالة الملك نصره الله انطلاقتها سنة 2009 والتي لم تكتف بجعل المغرب في موقع متقدم في المجال بل رفعت طموح بلادنا من خلال الهدف المسطر حاليا وهو أن تتجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة 52% في أفق 2030. سيد الرئيس، إن المستوى المتقدم للتباعية الطلاقية لبلادنا يقابلها نزوع ملحوظ نحو السيادة الطاقية البديلة والنظيفة ويتجلى ذلك في الدرجة التي بلغتها بلادنا بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله وبفضل المواكبة المتواصلة بهذا الخصوص، فهذا المجال يترجم الذكاء المغربي لتحقيق الريادة على هذا المستوى. ولا أدل على ذلك أن طموح تجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية لنسبة 52% في أفق 2030 سيكون قابلا للتحقيق من خلال المبادرات والإصلاحات الكفيلة بذلك، ولا سيما تطوير الطاقات الهيدروجينية والاستغلال الطاقات البحرية وتزويد المناطق الصناعية ومحطات تحلية البحر وبمشاريع إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وتنافسية، وتفعيلا بمبدأ المثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واللجوء لاستعمال الطاقات المتجددة. سيد الرئيس، نحن كمعارضة مواطنة ومسؤولة نثمن المبادئ الأساسية للقانون رقم 1390 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 5815، وسنكون متابعين وحريصين على أجراءتها وتنزيلها على مبادئ التي تروم بالأساس النهوض بإنتاج طاقات من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها، إخضاع منشآت إنتاج طاقة من مصادر متجددة للنظام الحر أو التصريح أو الترخيص، تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين، إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، فتح السوق الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة. سيد الرئيس، نؤكد على أن ما تضمنه مشروع القانون رقم 4019 من أهداف ومقتضيات يترجم المبادئ الآنفة الذكر ويتماشى بشكل كبير مع الانتظارات ويحقق جزء من المطالب ذات الصلة بهذا المجال، ولا سيما الولوج إلى المعلومة وكذا تبسيط إجراءات الترخيص وتقوية نسيج المقاولات الوطني في مجال التكنولوجيات الطاقات المتجددة وصناعتها وتعزيز جاذبية الاستثمار. ما نود التأكيد عليه هو العمل على إصدار نصوص تنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 1390 وأيضا مشروع القانون رقم 4019 بعد اعتماده في أقرب الآجال. السيد الرئيس، علاقة بموضوع الطاقة الكهربائية، لا بد من التعريج على بعض الإشكاليات المسجلة في هذا الإطار، ويتعلق الأمر بالتعرفة المرتفعة في غالب الأحيان للكهرباء وارتفاع كلفة الآليات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة
فلا بد من الانكباب على مثل هذه الإشكاليات، وذلك في أفق تيسير استفادة المواطنات والمواطنين وخاصة العالم القروي من الطاقة بالطرق الميسرة. فلا بد أن يكون هذا القطاع إحدى التجليات الانصفاف المجالي والاجتماعي بالنظر لضرورته وأهميته. السيد الرئيس، إننا نعتبر بأن تحقيق الأهداف المسطرة لضمان الانتقال الطاقي لم ولن تتحقق إلا بالانخراط الفعلي لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والجماعات الترابية في أوراش النزاعات الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة. وفي الأخير، نسجل بإيجابية النقاش الجاد الذي عرفته اللجنة الفرعية لتجويد هذا المشروع، سواء على مستوى تدقيق النص أو على مستوى إعادة الصياغة، حيث تم التوافق على صيغة جديدة لهذا المشروع تم التصويت عليها في لجنتنا الموقرة بالإجماع، معلنين أننا سنكون دائما مساندين لكل إجراء أو بادرة تصب في الارتقاء بظروف المواطنات والمواطنين وتعزيز أسس التنمية ببلادنا وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية والارتقاء في سلم التقدم والنماء المنشود لبلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.